قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة: رجل استأجر أجير فلم يعطه أجره، رجل استأجر أجير موظف عامل فلم يعط حقه، تجد العامل يعمل ليل نهار، الأجير يعمل ليل نهار، ويأتي آخر النهار مسكين، وتجد المبلغ ربما ليس مبلغ كبير، مبلغ صغير يريد أن يدبه لعياله أو يطعم أمه أو يطعم عياله الذين ينتظرونه في البيت يتضورون جوعا، وتجد الرجل هذا صاحب العمل أو رب العمل معه مال لكنه يؤخره ويقول له غدا أعطيك أو بعد غد، وبعض أرباب العمل ماذا يقولون؟ يقولون اذهب إلى المحكمة، يا أخي حقي عملت عندك 6 ساعات 10 ساعات شهر شهرين حقي، قال لا اذهب إلى المحاكم، يا أخي اتق الله يا أخي اذهب خذ حقك من المحاكم. ثلاث أنا خصمهم يوم القيامة، قال منهم رجل استأجر أجيرا أي عاملا موظفا فلم يعطه أجره،